استحدثت الإدارة المحلية في الأنبار قسما خاصا لإدارة شؤون منظمات المجتمع المدني، وهي خطوة تسهم في توحيد الجهود والمنح المالية لتصب بمصلحة الفئات المستهدفة. جاء ذلك في اجتماع في الفلوجة مع الناشطين ورؤساء المنظمات. هذا القسم يعمل بشؤون منظمات المجتمع المدني وتسجيلها رسميا، اللي حملت الشهادات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة المنظمات الغير حكومية، وكيفية تسهيل والتنسيق معهم وكيفية تسهيل مهماتهم داخل المحافظة. الاجتماع الذي حضرته منظمات حقوقية ونسوية وإغاثية وشبابية تضمن آليات عمل هذا القسم، الذي يراه ناشطون أنه حلقة إضافية تزيد من تعقيدات عمل المنظمات في الأنبار. احنا نتمنى انه تختصر عمليات المراجعات بهذا القسم. لحد الآن فكرتنا انه هذا مضاف، يعني مسؤوليات مضافة، تعقيدات مضافة لعملنا كمنظمات مجتمع مدني، لأنه احنا الراجع دائرة منظمات المجتمع المدني، دائرة الـNGO، الراجع مكتب المحافظ، الراجع مجلس المحافظة، الآن هذا مضاف. الحضور من رؤساء المنظمات أكد وجود جمعيات غير مسجلة رسميا وتعمل في المحافظة، وهذا القسم سيقلل من تأثير عمل المنظمات الوهمية في الأنبار. بعد فترة عودة النازحين إلى ديارهم شهدنا بأنه كثير من المنظمات قامت بأعمال أو مشاريع في المناطق، ولكن بصراحة كثير من هذه المنظمات لا تمتلك الشرعية أو التسجيل الرسمي في القيام بعملها. ولكن من خلال اجتماع اليوم وافتتاح مكتب شؤون المنظمات في محافظة الأنبار، الإدارات المحلية في الأنبار تضع عدة شروط أمام الناشطين في المجتمع المدني، وأهمها مصدر المنح المالية ومحاور الأنشطة في ظل وجود أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني عاملة في المحافظة. لقناة الفلوجة سلام خالد، الأنبار.